لماذا قرر هذا الخبير التربوي إحراج المسؤولين عن التعليم في سوريا بعد اختيار الحكومة الجديدة؟ هل يبارك حزب البعث إجراءات جديدة ستحدث حول قضية التعليم؟ أوضاع التعليم في سوريا باتت مكشوفة للجميع. سنوات مرت ومسؤولون يحملون المسؤولية للطلاب، خبراء محسوبون على النظام طالما ألقوا بالتبعات على أولياء الأمور والعائلات التي رأوا أنه عليها ترسيخ فكرة التعليم والتربية في نفوس الطلاب وتوجيههم إلى قيمة العلم. لكن الخبير التربوي غسان فطوم قرر بداية المواجهة بتقرير شديد اللهجة وضع الجميع أمام مسؤولياتهم. فطوم المحسوب على النظام السوري وجه سؤالاً محرجاً لجميع المسؤولين بعد أن استهل تقريره عن حال التعليم سائلاً عن مستوى التعليم الذي سيحصل عليه الطلاب السوريون في المدارس والجامعات. الغريب أن الأطروحات التي قدمها فطوم نشرتها جريدة البعث الناطقة بلسان الحزب الأقوى في البلاد والمقربة من النظام السوري. انتقد الخبير التربوي سرعة السلحفاة التي يشهدها تطوير المناهج التي لا تراعي قدرات الطلاب السوريين وميولهم الحقيقية. يعترف الخبير التربوي صاحب الكلمة المرحب بها في وسائل الإعلام التركية، يعترف بأن الحديث عن تطوير مناهج التعليم السوري لا ينبغي أن ينفصل عن مطالب بتوفير مناهج عصرية مرنة دون أن تكون هذه المناهج أعباء جديدة على كاهل الطلاب. يطالب فطوم كذلك بتعجيل عملية التطوير على هذا الأساس للوصول إلى نتائج مرضية في سوق العمل في حالة إعلاء قيمة الجودة في عملية التطوير. كذلك يكشف الخبير السوري عن وجود أزمة أخرى في مناهج التعليم في بلاده، والتي تتمثل في وجود حشو وركاكة، حيث وصل إلى تلك التقييمات من خلال استطلاع آراء المعلمين عن المناهج السورية التي باتت في حالة يرثى لها. كذلك عرض الخبير التربوي شهادات من أولياء الأمور بأن المناهج السورية التي يتم تدريسها للطلاب في التعليم الأساسي لا زالت أعلى من القدرات العقلية لهم، حيث حشد كمية كبيرة من الأفكار وسيل من المعلومات التي يصعب على الطالب استيعابها فضلاً عن حشوها بطريقة غير محببة للطالب. يعتبر الخبير السوري أن أوضاع التعليم حالياً في بلاده تشهد غياب استراتيجية واضحة بشأن تحديث المناهج وإعادة النظر في التخصصات التي يتم الالتحاق بها في الجامعات السورية، مما يؤكد الحاجة الحتمية لتحرك الدولة لوضع استراتيجية شاملة لتطوير التعليم. ريادة الأعمال وتنمية المهارات التكنولوجية والمهنية جميعها أهداف قدمها الخبير التربوي السوري وصفة مجانية إلى الدولة السورية على أمل التحرك سريعاً لإنقاذ ما تبقى من التعليم السوري في ظل الأوضاع الراهنة، حيث تكشف تقارير إعلامية عن تفوق مئات الطلاب السوريين في الخارج، بينما عانى هؤلاء الطلاب في الداخل من أوضاع التعليم.